الصلاة في جبل الزيتون. الموسيقى التي توحد الأديان الثلاثة. أهمية العثور على الصليب الحقيقي من جديد. يصعد الرب بصوت بوق. شكر الأب فرانشيسكو باتون من أجل اللمة لصالح الأراضي المقدسة. 4 دقائق مع العذراء مريم والقديس فرانسيس. أهلا بكم. مع البابا والمسيحيين من جميع أنحاء العالم صلوات من جبل صهيون طلبا للسلام في الأراضي المقدسة في أعقاب الاشتباكات العنيفة في الأيام الأخيرة، ومناشدات من رؤساء الكنائس المحلية لوقف العنف. هاكم التفاصيل. اطلبوا السلام لأورشليم، قولوا ليسعد أحباؤك، ليكن السلام في أسوارك. المزمور 48 يقدم جبل صهيون على أنه مكان المسكن الإلهي. في خضم التحديات العظيمة في هذه الأوقات بالذات، احتفل الأب فرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة بالقداس الإلهي في 11 أيار في دير علية صهيون الواقع على جبل صهيون على بعد أمتار من علية صهيون، وهو أول مقر لرهبان حراسة الأراضي المقدسة. مع مريم العذراء في علية صهيون هو الموضوع الرئيسي لعظاته ضمن الاحتفال على نية المحسنين للأراضي المقدسة. واستذكر حارس الأراضي المقدسة أحداث علية صهيون، العشاء الأخير وتأسيس سر القربان الأقدس والكهنوت وحلول الروح القدس الذي أعطى تلاميذ القوة لمواجهة العالم والإعلام بصراحة وعلنية عن قيام يسوع من بين الأموات. وقال حارس الأراضي المقدسة: اليوم لا نزال هنا نصلي مع مريم العذراء والدة يسوع في الشهر المكرس لها، لندعو مع مريم من أجل حلول الروح القدس مرة أخرى على الكنيسة وعلى البشرية جمعا. نريد أيضا أن نطلب من الروح القدس أن يجلب الشفاء للبشرية جمعا. في هذا المكان المقدس الذي يذكرنا بالعنصرة نصلي أيضا بثقة من أجل جميع الأصدقاء والمحسنين إلى الأراضي المقدسة. وتابع قائلا: دعونا أيضا نصلي مع قداسة البابا فرانسيس من أجل وقف الاشتباكات التي تحدث هنا في القدس. نسأل السيد المسيح القائم من بين الأموات أمير السلام أن تكون هذه المدينة المقدسة مكانا للقاء وليس للاشتباكات العنيفة، ومكانا للصلاة والسلام. وقد أكد حارس الأراضي المقدسة ذلك على مقربة من الأماكن التي تقع فيها هذه الأحداث. نحن نؤمن بقيمة وقوة صلاة الشفاعة، وهي صلاة شفاعة يسوع التي تتحد بها صلاتنا. وأيضا هناك نية أخرى يمكننا القول إنها محلية بدرجة أكبر. لقد عشنا أياما من التوتر، أياما من الاشتباكات العنيفة، وللأسف سقط مئات الجرحى وعشرات القتلى. علينا أن نصلي. لقد ذكرنا بهذا أيضا البابا فرانسيس في صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد الماضي. يجب أن نصلي من أجل السلام، يجب أن نصلي من أجل المصالحة حتى يتم استبدال لغة العنف بلغة الحوار، وهو أمر ضروري على الإطلاق في هذه الأرض التي يعيش فيها يهود وفلسطينيون معا، مؤمنو اليهودية والمسيحية والإسلام. من الواضح أننا نطلب هذا أيضا من الله، نطلبه كعطية من الروح القدس، ونطلبه بطبيعة الحال كعطية خاصة في هذه العنصرة حتى يكون هناك تحول في قلب كل الناس الذين يعيشون في هذه الأرض. لساعات قليلة طغت النغمات الموسيقية على ضجيج الاشتباكات العنيفة. في 6 أيار كانت هنالك أمسية لقاء عزف فيها مجموعات من المسيحيين واليهود والمسلمين، عزفوا وغنوا وصلوا معا. الموسيقى التي توحد الأديان في التقرير التالي.
لبضع ساعات غطت نغمات موسيقية ضجيج الاشتباكات العنيفة المستمرة منذ أيام في القدس بسهرة لقاء قامت خلالها بعض من المجموعات من المسيحيين واليهود والمسلمين بالعزف والغناء والصلاة معا. إنها الموسيقى التي تجمع والتي تسمح أيضا بلغات مختلفة أن تجمع الديانات الثلاث. لقد قررنا قبل 6 سنوات تخصيص سنة كاملة لمعنى الصلاة في الديانات المختلفة. لقد أنشأنا مهرجان الصلاة وهو بيت صلاة لجميع الشعوب أطلق عليه اسم آمين، ولمدة أسبوع قمنا بدعوة شباب وعائلات وجميع سكان القدس للتعرف على الديانات الثلاث. من بين الممولين أيضا حراسة الأراضي المقدسة والجماعة الكاثوليكية الناطقة بالعبرية. بمرور الوقت تم اقتراح لحظات مخصصة لدراسة الكلمة وتفسيراتها المختلفة وأمسيات موسيقية مثل هذه، والتي تعرض على المسرح مرة واحدة في السنة الآلات والتقاليد الموسيقية من الشرق الأوسط. الذي تحتفل فيه إسرائيل بمدينة القدس. عندما أسسنا جماعتنا هنا خيالات صهيون، قررنا تكريسها للقدس، المدينة المشتركة، المدينة التي نتشارك بها جميعا. أعتقد أن معظم الناس في هذه الأرض معتدلون وتريد احترام بعضها البعض، لكن الأمر يستغرق وقتا. كل منا يحمل في داخله جراحا عميقة، ويجب أن نأخذ هذه الجراحة ونستخلص منها الشيء الأفضل. لا حياة نخاف فيها من بعضنا البعض، وإنما أن نعتني ببعضنا البعض. هذا ما نحاول القيام به. هذا لا يعني أن أنا كابتسام الفلسطينية نتنازع عن حقي وحق أهلي، حق عيش أهلي بسلام وبكرامة، وإن الرسالة للشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي وللعالم ممكن نعيش مع بعض. جاءت مناشدات من جميع أنحاء العالم من أجل وقف العنف في القدس. في بيان من البطاركة ورؤساء الكنائس المحلية قالوا إنهم قلقون بشأن الأحداث الأخيرة التي تنتهك قدسية القدس كمدينة السلام، معتبرين أن التوترات المتزايدة تعرض للخطر الواقع الهش بالفعل في داخل المدينة ومن حولها. تستمر الاحتفالات في الأراضي المقدسة. عيد العثور على صليب يسوع بفضل القديسة إيلاني في كنيسة القيامة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. يطلق عليه عيد الاكتشاف لأنه يخلد ذكرى العثور على صليب يسوع بفضل القديسة هيلاني والدة الإمبراطور قسطنطين. تحمل الذخيرة من بقايا الصليب مما لا يزال يظهر حتى اليوم كمحجرة للحجارة في موكب احتفالي داخل كنيسة القيامة. يطلق عليه عيد الاكتشاف لأنه يخلد ذكرى العثور على صليب يسوع بفضل القديسة هيلاني والدة الإمبراطور قسطنطين. تحمل الذخيرة من بقايا الصليب مما لا يزال يظهر حتى اليوم كمحجرة للحجارة في موكب احتفالي داخل كنيسة القيامة. اكتشفت القديسة هيلاني في عام 327 ثلاثة صلبان ليس بعيدا عن الجلجلة. لقد جعلت امرأة تحتضر تلمس الصلبان واحدا تلو الآخر، والأخير جعلها تستعيد فجأة كل قوتها، ووفقا لتقليد آخر إعادة الحياة إلى رجل ميت، وبالتالي تم تحديد الصليب الحقيقي. شدد لفرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة خلال عظته على أهمية العثور على الصليب الحقيقي من جديد في مواجهة خطر فقدان المعنى حتى بالنسبة للمسيحيين. اكتشفت القديسة هيلاني عام 327 ثلاثة صلبان ليس بعيدا عن الجلجلة. لقد جعلت امرأة تحتضر تلمس الصلبان واحدا تلو الآخر، والأخير جعلها تستعيد فجأة كل قوتها، ووفقا لتقليد آخر إعادة الحياة إلى رجل ميت، وبالتالي تم تحديد الصليب الحقيقي. شدد لفرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة خلال عظته على أهمية العثور على الصليب الحقيقي من جديد في مواجهة خطر فقدان المعنى حتى بالنسبة للمسيحيين. المواجهة
على أعلى نقطة في جبل الزيتون ذكرى صعود يسوع إلى السماء في الأسبوع الأخير من الزمن الفصحي. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلتنا. إذا رجلان قد مثلا لهم في ثياب بيضاء وقالا: أيها الجليليون، ما لكم قائمين تنظرون إلى السماء؟ فيسوع هذا الذي رفع عنكم إلى السماء سيعود مثلما رأيتموه ذاهبا إلى السماء. فرجع الرسل إلى أورشليم من الجبل الذي يقال له جبل الزيتون، وهو قريب من أورشليم على مسيرة سبت منها. هذه الحقيقة وردت في سفر أعمال الرسل، وبحسب التقليد حدثت في هذا المكان. وبحسب مصادر فرانسيسكانية، في حوالي عام 378 قامت النبيلة الرومانية بوهيمينيا ببناء أول كنيسة في المنطقة على القمة الجنوبية لجبل الزيتون على ارتفاع 808 أمتار فوق سطح البحر. استنادا إلى فسيفساء حنية كنيسة القديسة بوتنسيانا في روما، والتي تم بناؤها حوالي عام 390 بعد فترة وجيزة من المزار في القدس، يمكننا وصف هذا الأخير كمبنى به فتحة باتجاه الأعلى. وعندما تم إعادة بناء الكنيسة، والتي في غضون ذلك تم تدميرها، بقي الصليبيون أمناء على الفن المعماري الأول. في وسط هيكل ثماني الأضلاع وضعوا كنيسة صغيرة تلك التي نراها اليوم، تاركين السقف مفتوحا. ولكن بعد انتصار صلاح الدين الأيوبي عام 1187 أخذ المسلمون المبنى وشيدوا القبة. هذا المكان الذي تعود ملكيته إلى المسلمين يكون متاحا وبحرية بمناسبة عيد صعود يسوع، حتى يتمكن المسيحيون من إحياء الحدث والاحتفال به. وفقا للتقليد، بدأت الاحتفالات على قمة جبل الزيتون من بعد ظهر اليوم السابق مع الدخلة الاحتفالية إلى الموقع، تلتها صلاة الغروب، وأخيرا موكب المسيرة الذي دار حول الكنيسة الصغيرة ثلاث مرات. وقد تم إلغاء الاحتفالات التي تليه، وبالأخص تلك الليلية لهذا العام، بسبب الاشتباكات في القدس والعديد من المدن الأخرى. وبعد ذلك في صباح يوم الخميس 13 من أيار، احتفل الأب دو بريمير جاشتال نائب حارس الأراضي المقدسة بالقداس الاحتفالي، وقال في عظتي: روح الحق الذي أعطي لنا عندما أصبحنا مؤمنين يقول إننا مع يسوع نصعد نحن أيضا بالأمل والوعد، وفي يوم من الأيام سنكون مع ربنا وسيدنا. Quando Gesù è scomparso dalla loro vista con il suo corpo, ecco, non gli è rimasto altro. عندما اختفى يسوع عن أعين التلاميذ بجسدي، لم يبقى لهم شيء سوى تذكر وعد الروح القدس، والذي كما نعلم فاض عليهم في العلية مرحبين بهذه العطية. ومنذ ذلك الحين أصبحوا قادرين على فهم معنى الانفصال عن يسوع بالجسد. لقد فهموا أن هذا هو وقت مهمتهم، وأن يسوع الذي صعد إلى الآب قد عهد إليهم بمهمة دون أن يتركهم بمفردهم. ha affidato a loro una missione senza lasciarli mai da soli. في الاحتفال تذكر الفرنسيسكان والجماعات الرهبانية والمسيحيون المحليون صعود يسوع إلى السماء، وجددوا الأمل في العنصرة القادمة. il messaggio che Gesù stesso ci manda إنها رسالة يسوع ذاته التي يرسلها لنا من مهمته ومن عمله الخلاصي، وأيضا يمكننا القول من العطية التي أوكلها للتلاميذ. الرسالة على وجه التحديد ألا نواجه مشاكل هذا العالم بوسائل هذا العالم، وإنما مواجهة الحياة في العالم بالسلام الذي منحه يسوع. رسالة شكر من الأب فرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة على التبرعات بمناسبة اللمة لصالح الأراضي المقدسة والمخصصة للأنشطة المختلفة لحراسة الأراضي المقدسة وللمسيحيين المحليين. التفاصيل في التقرير التالي. Grazie a nome dei cristiani delle nostre parrocchie di Terra Santa. شكرا باسم مسيحي رعيانا في الأراضي المقدسة. شكرا باسم الأطفال والشباب الذين يرتادون مدارسنا. شكرا باسم اللاجئين والمهاجرين الذين يأتون إلينا بحثا عن مساعدة.
شكرا باسم الفقراء والمحتاجين في مجتمعاتنا. شكرا باسم الرهبان الذين يعيشون في المزارات ويهتمون بالأماكن المقدسة. شكرا لكل واحد ولكل واحدة منكم من قدمتم لنا المساعدة من خلال لمة الجمعة العظيمة، على الرغم من أن هذا العام كان صعبا أيضا بالنسبة لكم ولعائلاتكم ومجتمعاتكم. شكرا من أجل بقاء قلبكم مفتوحا كريما وداعما. ليبارككم الرب ويجازيكم، وليبارك ويحفظ الرب عائلاتكم وأعزاءكم. شكرا من الأراضي المقدسة. الحلقة الثانية من سلسلة 4 حلقات حول أهمية العذراء مريم كشفيعة للرهبنة الفرنسيسكانية، إنه مشروع متحف تيرا سانتا في القدس. ليس الجميع يعلم أن السيدة العذراء هي شفيعة الرهبنة الفرنسيسكانية، ولكن لماذا هذه الأهمية للعذراء في الرهبنة؟ سنكتشف ذلك من خلال مجموعة من القطع المختارة من مجموعات حراسة الأراضي المقدسة، والتي سيتم عرضها مستقبلا في قسم التاريخ في متحف تيرا سانتا. سيكون المتحف الذي سيقام في دار المخلص في القدس مكانا لإعادة اكتشاف تاريخ الفرنسيسكان في الأراضي المقدسة والإخلاص لأم الإله. سيرافقنا في التعمق بهذا الموضوع الأب ستيفان ميلوفيتش، مدير مكتب التراث الثقافي لحراسة الأراضي المقدسة، والأب أليساندرو كونييلو، أستاذ في معهد الكتاب المقدس الفرنسيسكاني في القدس. نحن اليوم نتواجد في كوريا، مقر حراسة الأراضي المقدسة في القدس. نقدم لكم لوحة خشبية إيطالية رسمت بتمبيرا البيض، ويعود تاريخها إلى القرن 16. كما ترى فإن اللوحة تتكون من اتحاد لوحي خشب، تم التكهن بذلك بسبب الاختلاف الأسلوب بين الجزء السفلي والجزء العلوي، وذلك لأن الجزء السفلي هو قطعة من المذبح، بينما الجزء العلوي من الممكن أنه تمت إضافته لاحقاً. في الجزء السفلي ويمثل الديسيس، وهو موضوع أيقون نموذج للفن البيزنطي، حيث يظهر شخص المسيح القاضي يرافقه على الجانبين العذراء مريم والقديس يوحنا المعمدان، اللذان يتشفعان للإنسان في لحظة الحساب يوم القيامة. بين هؤلاء نتعرف على اليسار على القديس فرانسيس والقديس دومينيكو، وعلى اليمين القديسة كاترينا الإسكندرانية. أما الجزء العلوي فيمثل الله الآب ملفوفا بغمامة ومحاطا بالإنجيليين الأربعة، بينما يظهر على الجوانب حدث البشارة. موضوع هذه اللوحة الخشبية هو الديسيس، أي الشفاعة. فإن دور العذراء مريم ويوحنا المعمدان هو حمل صلاة البشرية أمام المسيح للحصول منه على البركات والنعم التي تحتاج إليها الإنسانية الفقيرة. هذا التمثيل يذكرنا بالصلاة للسيدة العذراء التي كتبها قديس أسيزي، مؤلفة من أنتفنا واحدة في صلاة الساعات للآلام، وهذا نصها: أيتها القديسة مريم العذراء، في العالم لم يولد أحد مثلك بين النساء، ابنة وخادمة الملك العلي العظيم الآب السماوي، أم ربنا القدوس يسوع المسيح، عروسة الروح القدس، صلي لأجلنا مع رئيس الملائكة جبرائيل ومع جميع القوات الملائكية السماوية ومع جميع القديسين لدى ابنك القدوس الحبيب الرب والمعلم. يدعو فرانسيس العذراء مريم وهي تتشفع لدى الابن الإلهي بفضل مزاياها الخاصة جداً. في الواقع يصف فرانسيس العلاقة الفريدة التي تربط مريم العذراء بالثالوث الأقدس. مريم لديها سلطة على قلب الله لأنها الإبنة وخادمة الآب السماوي، أم يسوع وعروسة الروح القدس، وبالتالي من الواضح أن الله لا يستطيع أن يرفض صلاتها.
لأن الله الذي هو علاقة حب في عمق كيانه قد أقام علاقة وثيقة مع مريم ليس كأي مخلوق آخر، علاقة حب فريدة أبوية، ابن وعروس. رغم ذلك في رسالة مكتوبة إلى الأخوات الفقيرات للقديس داميانو، أي إلى كلارا الأسيزية وإلى رفيقاتها الأوائل، يمكن رؤية أن فرانسيس يؤمن بأن علاقات الحب هذه بالذات يمكن أن تكون وثيقة لكل نفس مع أقانيم الثالوث الأقدس. في الواقع يقول فرانسيس عنهن: بإلهام إلهي أصبحتن بناتي وخادمات الملك العلي العظيم الآب السماوي، عروسات الروح القدس، اخترتن العيش وفق الكمال الإنجيل المقدس. لذلك فإن النفس التي تتبع يسوع في الحياة الإنجيلية هي مريم الجديدة، ابنة وخادمة الله الآب وعروسة الروح القدس، وبالتالي فهي تدخل في جوقة الشفاعة الكبرى من أجل احتياجات العالم التي تصعد من الكنيسة المقدسة إلى الثالوث الأقدس. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام نشراتنا الإخبارية قدمناها لكم من الأرض المقدسة. لكم أطيب أمنيات فريق العمل، وإلى اللقاء. المجد ليسوع المسيح.